تفضلي. دلوقتي انا عندي نقاط القوة ممكن تكمن في انه حلوة بتحمل تكمن دي، كويسة ايه؟ جدا تكمن دي، كلمة تكمن حلوة قوي عجبتني. ايوه بحب اتكلم باللغة جميل، العربية. يا ريت. المهم تفضلي. ان انا مثلا بتحمل المسؤولية تمام اجتماعية برضو. تمام ايه كمان انا نسيت ممكن نسيت نقاط نقاط القوة بتاعتك؟ هو يعني في عندي قدرة كامنة على الاقناع، بعرف اقنع اللي قدامي. حلو قوي، حلو جدا. عملتي ايه بالاتنين دول؟ يعني في عندنا قدرة على الاقناع وفي عندنا قدرة على تحمل المسؤولية، تفتكري دول لما اتحطوا مع بعض ممكن نعمل بيهم ايه؟ دول انا لقيتهم في شغل البي ار، البابليك ريليشن، حلو جدا. لان انت محتاج احيانا تتعامل مع ناس انك تقنعهم بشيء معين، وفي نفس الوقت تكون اجتماعي. اجتماعيتك هتخلي بسهولة ان هم يقتنعوا بيك. واتحمل المسؤولية ان انا يحطوني في المنصب ده اصلا، انت تمسكي بي ار، جميل جدا. ده شيء حلو. خلصتي كلية ولا لسه؟ لا لا لسه سنة تانية. عايز اسألك سؤال، اللي انت بتحكيه لنا دلوقتي ده طالع من جواكي ولا انت قعدتي قبل كده كتبتيه وحطيتيه قدامك وقفتيه؟ شايفه انا جيت في مره كل ما يحصل حاجه مثلا بيحطوني انا في المقدمه، انت كلمي المديره، انت كلمي ابويا، انت طب ليه؟ فسالت نفسي فعرفت، فبعدين قلت لماما انا عندي نقاط قوه كبيره في الاقناع. قالت لي عندك طاقه كامنه، ماما ده بتدرس في علم النفس، قعدت تقول لي عندك طاقه كامنه في الاقناع وده تاثير واشتغلي عليه وكده. مثال هايل جدا، ربنا يبارك فيك. ان شفت هي جت امتى؟ لما سالت نفسها ليه؟ ليه هو انا ليه بيطلبوا مني ده؟ ده اللي احنا كنا لما سالتني في الاول قلت لي نعرف ازاي الاستريس بتاعتنا، ان احنا نقف نفكر ليه. فاول لما قالت ليه بدات توصل لحاجه عندها، جزاك الله خير. كان وكنت قلت ليه برضو في نقاط الضعف. اوكي، ايه بقى نقاط إيه الضعف اللي عندك؟ دميعه وعيط بسهوله. دمعتك قريبه جدا. دمعتك قريبه. طب هل دي نقطه ضعف؟ ده بالعكس، ده انت حساسه ويعني مشاعرك يعني ان انا ببان شخصيه قويه بس ممكن عيط. طب ليه قلتي كده؟ كل الناس هتعرف نقاط الضعف بتاعتك دلوقتي. نوع من انواع الثقه بالنفس. ان انا ما عنديش مشكله برافو عليك. نقاط ضعف. طيب هي في مشكله، انا جيت في مره انا كنت في الاساس عايزه اخش علاج طبيعي، ما نجحتش في الموضوع وتحولت لاعلام. جيت سالت نفسي ليه ما نجحتش في علاج طبيعي، من قلت خليني اوظف الموضوع ده في اعلام، ونجح معايا فعلا ان انا اشتغلت على نقاط القوه وكملت وما ضيعتش وقت في نقاط الضعف. بالظبط، جميل جدا. وبعدين في نقطه في العياط، بس عشان انا عندي مشكله مع المجتمع المصري كله في الموضوع ده. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان بيتقال عليه ان هو رجل اسيف، يعني رجل كثير البكاء. فمفيش ارجل من صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، ومفيش اقوى من صاحب النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يبكي، وسيدنا عمر اللي كان معروف بالقوه كان عنده خطين في وشه من البكاء. فالبكاء ده شعور بشري، يعني دايما الناس بتتعامل مع شعور ان انا ابكي ده ان هو في انكسار وفي ضعف. شعور البكاء شعور بشري لازم تتقبله، ولازم تبقى فخور ان انت انسان عندك قلب بيحس وعندك مشاعر بتتحرك فبتبتدي تبكي. يعني جزاكم الله خير. ما